وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف على الهواء مباشرة سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية. سيد الدوسري، كما يعلم الجميع بأن المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمة الله عليه كان حريص على اتباع نهج توطيد وأيضا ترسيخ العلاقات بين البحرين مع مختلف الدول الأخرى في العالم. أيضا هو نال العديد من الأوسمة والجوائز والدروع والتكريمات الوطنية، سواء كانت في البحرين على المستوى الإقليمي على المستوى الدولي. كل هذا تقدير لعطائه لوطنه البحرين، ما جعله يحظى بمكان على الصعيد المحلي والإقليمي. سيد الدوسري، كيف تقرأ ذلك؟ بداية أود أن أرفع لمقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد مفدى حفظ الله وعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء حفظه الله، ولا الأسرة المالكة الكريمة ولا شعب البحرين الوفي والأمة العربية والإسلامية خالص العزاء وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. بلا شك طبعا لقد فقدت البحرين والخليج والمنطقة والأمة العربية والإسلامية والعالم قائدا فذا وحكيما كرس عمره وحياته في خدمة مليكه ووطنه وشعبه والعالم أجمع عبر مسيرة طويلة حافلة ومشرفة حقيقة بالعطاء والتضحية والإنجازات والمساهمات المساهمة الفاعلة في بناء الدولة العصرية ونهضتها وتقدمها في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. لقد كان لسموه رحمه الله الدور البارز والفاعل حقيقة في رسم وتنفيذ معالم السياسة الخارجية لمملكة البحرين وحضورها الدولي وفي بناء وتطوير العلاقات الثنائية الخليجية والعربية والدولية من خلال وضع السياسات وتحديد الأولويات والدفع قدما بها إلى أوسع الآفاق لتحقيق المصالح العليا للمملكة ووضعها طبعا بقدر عالي في مصاف الدول المتقدمة ولكي تلعب دورا بارزا ومهما في محيطها الإقليمي وبعدها الدولي. فكان لسموه رحمه الله الحضور الشخصي البارز في المحافل والمتديات والمؤتمرات الخليجية والعربية والدولية، ويحظى سموه رحمه الله في الاحترام والتقدير الكبيرين لما يتمتع به من فطنة وحكمة القادة الكبار المتمرسين في العمل السياسي وبناء العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وفق مبادئ وقيم بحرينية أصيلة وخبرة تراكمية تحظى باحترام وتقدير العالم أجمع. وللقاء نظرة سريعة لعدد من الجوائز أيضا والتقدير الدولي الذي حظى بسموه لما كان يقوم به من دور فاعل وواسع على كافة المستويات والمنطلقات. لقد حاز رحمه الله على التقدير والعديد من الجوائز العالمية، كما قدم للوطن والعالم العديد من المبادرات الهامة والنوعية، ولعلي يمكن أحصر عدد منها على سبيل البيان. منها طبعا حصول سموه رحمه الله على جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان لعام 2006 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وهذه الجائزة دائما تمنح تقديرا لجهود القادة في مجال التنمية الإسكانية، وهذه كان موجهة لسموه، وأيضا العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين. وحاز على ميدالية ابن سينا الذهبية من اليونسكو في العام 2009 تقديرا وتكريما لسموه رحمه الله وجهوده التي بذلها في دعم الثقافة والتراث الإنساني ونشاطات اليونسكو وتطوير التعليم والإسهام في إنشاء المركز العربي للتراث العالمي في مملكة البحرين. وحاز على جائزة الأهداف الإجمالية للألفية من الأمم المتحدة في العام 2010 تقديرا لإسهامات سموه في تحقيق الأهداف الإجمالية وتحويلها إلى حقيقة وواقع، كما حصل على درع الاتحاد الأفريقي في عام 2012 تقديرا لدور سموه في تحقيق السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وحاز على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدام لعام 2015 من الاتحاد الدولي للاتصالات تقديرا لما حققت مملكة البحرين من تقدم في قطاع الاتصالات وتسخير طبعا التكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية المستدامة. ومنحت جامعة الدول العربية سمو الأمير خليفة رحمه الله
درع جامعة الدول العربية للريادة في مجال العمل التنموي العربي للعام 2017، تقديرا لإسهامات سموه في المجال التنموي ودوره الرائد في التحديث الشامل والنهضة الحضارية في وكالة البحرين، بالإضافة إلى دعم ومساندة سموه المستمر والحثيث لكل ما من شأنه أن يعزز العمل العربي المشترك. وحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية كقائد عالمي في مجال الصحة لعام 2019 تكريما لسموه رحمه الله كقائد عالمي، وله إسهامات عظيمة في مجال الصحة بما كان لدى سموه رحمه الله من رؤى وأفكار ويحمله من سياسات ومبادرات وما حققه من نجاحات وإنجازات لتكون نموذج لدول العالم أجمع. وطبعا هناك العديد من المبادرات التي أطلقها سموه رحمه الله على المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي والدولي، لعلي أذكر منها جائزة خليفة بن سلمان للطبيب البحريني والتي جاءت تقديرا من سموه رحمه الله للكوادر الطبية وعطاءاتهم وتحفيزا لروح التنافسية بين الأطباء في مجالات البحث العلمي والسريري والطبي. وجائزة الأمير خليفة بن سلمان التي شكلت حافزا قويا للشركات في التفوق الصناعي، التي جاءت محفزا قويا للشركات الصناعية لتطوير أعمالها وجودة إنتاجها وتذكي روح التنافس بين الشركات المختلفة. وجائزة الأمير خليفة بن سلمان للتميز في الأداء التعليمي والتي جاءت للارتقاء بمستوى الممارسات والخدمات التعليمية وجودة الخريج ونشر ثقافة الجودة والتميز في وسائل التعليم في مملكة البحرين. وطبعا جائزة الأمير خليفة بن سلمان من ضمن الجوائز التي كان يطلقها سموه لدعم ورعاية حقوق الإنسان، جائزة الأمير خليفة بن سلمان للصحافة التي جاءت دعما من سموه رحمه الله لحفظ ودعم حقوق الصحفيين في التعبير عن آرائهم بحرية تامة واستقلالية ومسؤولية وإبداع في ظل أجواء الانفتاح الديمقراطي والثقافي السائد الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه. وجائزة الأمير خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة والتي جاءت انطلاقا من إيمان سموه رحمه الله بأهمية الجهود الأممية في مجال التنمية المستدامة وضرورة دعمها من خلال المشاركة الفاعلة في الجهود العالمية لتشجيع المشاريع المتميزة التي ترتبط بشكل وثيق بتحسين الأحوال المعيشية للإنسان في كل بقاع العالم وليس في البحرين وحسب. وطبعا جاء اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادرة سمو الأمير خليفة بإعلان اليوم الخامس من أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير كإنتاج طبيعي لممارسة مملكة البحرين وأيضا جهود رجالاتها وقادتها العظام من أجل إرساء ثقافة السلام والمحبة وتعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات. وأيضا توجيهات سموه رحمه الله بعقد منتدى رؤى البحرين الذي يعقد سنويا على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي أصبح من المنتديات الذي مهمة التي يشارك فيها كافة من كبار المسؤولين العالم للاستفادة من هذه التجارب. وأطلق سمو الأمير خليفة رحمه الله مبادرة جديدة في المرحلة الأخيرة في سنة 2019، وهي كانت مبادرة إنشاء مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. نعم. وهناك أيضا العديد من الجوائز التي ترعى طبعا حصل عليه الجائزة الذهبية من الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال، وأيضا الرؤية الاقتصادية للعمل المصرفي، وأيضا جائزة ضيف الشرف لعام 2019 التي قيمت تحت رعاية وحضور السيدة أرنا سولبرغ رئيسة وزراء مملكة النرويج. وتلاحظ طبعا من كل هذه المبادرات وهذه الجوائز والإنجازات بأن شخصية سموه رحمه الله كان شخصية عظيمة فذة غير مسبوقة، امتلك الحكمة والخبرة والرؤية وأيضا التواضع والحكمة والموضوعية في إدارة شؤون الدولة، وعمل من خلال إطلاق برنامج عمل الحكومة البرنامج الأول نحو مجتمع الأمن والرفاه والتنمية، والآخر نحو مجتمع التوازن المالي، أنه ركز في كافة مشاريع الحكومة على رعاية الإنسان البحريني، لأنه يؤمن سموه بأن الإنسان البحريني والمواطن البحريني هو محور التنمية الشاملة في البحرين. نعم. وأصبحت كافة جهود الحكومة بقيادته وتوجيهاته لكافة وزارات الدولة بكل وضوح بالاهتمام بكل الخدمات اللوجستية والإنسانية والصحية والاجتماعية والثقافية والتنموية. نعم. على كافة الاتجاهات حتى وصلت
مملكة البحرين إلى ما وصلت إليه من هذه النجاحات والتقدم بفضل سموه وقيادة الحكيمة التي أسهمت بكل تقدير من كل رجل في مملكة البحرين، الرجل والمرأة، الكبير والصغير. نعم. أيضا الوافدين تمتعوا بظل هذه الرعاية الكريمة لسموه، وهذا المعهود من سموه رحمه الله. ووصلت الرسالة سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية، شكرا جزيلا لك.